أنا عم بلعب شخصية مايا بالمسلسل. مايا شخص كتير حساس، حزين من جوا، بس قد ما فيها بتجرب توصل الفرح لكل العالم اللي حواليها لما يحسنوا الحزن اللي جواتها. بتعرف شو يعني واحد يموت أبوه قتله ما ينعرف مين اللي قتله؟ سيدة عم بقول لك تاريخ هذا الصورة بعد موت بابا. سيدة مكتوب بخط الإيد، يعني أي حدا ممكن يكون كاتبه. وبنفس الوقت المحل الوحيد اللي بتحس حالها مبسوطة هو بصالة النحت ومع أستاذة يمان اللي عم يلعبه الممثل باسل خياط، لما بعدين كمان تشوفوا علاقتهم كيف تتطور خلال المسلسل. كلهم اللي بيعرفوا إنه شغل المناجم مخطر وبيضل أحسن بالحبس. المخرج مجدي سميري مفرجة صورة جديدة لمسلسل عم ينعرض على التلفزيون إحنا مش شايفينه بهالطريقة من قبل، وعنا نقلة بين الماضي والحاضر بطريقة كتير تقنية وبروفيشنال، من ميك اب لأزياء لستيل الشعر لكل شيء. وبنفس الوقت الممثلين الموجودين بقلب المسلسل حنشوفهم وحتشوفون بأدوار مميزة مش معودين تشوفون من قبل. تابعوني بمسلسل النحات إن شاء الله على OSN يا هلا الأولى بشهر رمضان المبارك. العام وأنتم بخير، إن شاء الله دائما أيامكم خير وصحة يا رب. أنا باسل خياط. It's a great day.